Representante do Marrocos, Mohamed Rabii. إذن محمد ربيعي في وزن 69 كيلوغراما هذا الملاكم أيضا حصل على الميدالية البرونزية في بطولة بوكال بها لألمانيا 2016 وحصل على الميدالية البرونزية في بطولة كاردن بها فانا كوبا 2014 متزوج محمد ربيعي من إيماني إيماري إنجازات هائلة لهذا الملاكم في مواجهة الآن نزاله مع ملاكم كيني ورايتون اندوكو apresentando o pugilista no canto vermelho que representa o Marrocos Mohamed Rabii introducing the boxer in the blue corner representing Kenya apresentando o pugilista no canto azul que representa o Quênia Rayton OKWIRI ainda nada Nizal نزال للملاكم طبعا سيكون صعب للملاكم ريتون اندوكو والحكم من ايرلندا الملاكم الكيني متر وثمانين سنتيمترا ثلاثون عاما سبعة أعوام أكبر من الملاكم المغربي من تثبيت رباط الحذاء الملاكم الكيني شارك في بطولة العالم في الماتي بكازاخستان 2013 وحصل على المركز التاسع أيضا قبلها في ميلان 2009 وحصل على المركز الثالث والثلاثين في دورة الألعاب الأفريقية المركز الخامس 2015 في بطولة المحترفين للاتحاد الدولي للملاكمة للهواة حصل على الميدالية الفضية 2014 والميدالية المركز الخامس في 2015 لكمات من الداخل بين الدفاعات للملاكم المغربي محمد ربيعي بهدوء يتحرك إلى الجانب ويسدد مجموعة من ثلاث لكمات الملاكم ربيعي مرة أخرى لكمة يسارية الكيني من بعيد وبخجل حاول تسديد بعض اللكمات الطول ذاته بين الملاكمين متر وثمانين سنتيمترا ولكمة يسارية رائعة من يا سلام مرة أخرى ربيعي كل تركيز ثقة عالية Thank you.
لكمة هائلة هنا رائعة من المغربي يرد الكيني. مجموعة لكمات يحاول دفع الملاكم المغربي نحو الحبال. 10 ثواني الأخيرة من الجولة الأولى. سيريز اوف بوكسينج WSB للهواة اطلق عليه لقب ملاكم العام 2015، وذلك لانه انهى الموسم في ال WSB دون خسارة. اصبح اول ملاكم مغربي يفوز باللقب العالمي في وزن الوسط، كان ذلك في نسخة 2015 التي استضافتها الدوحة قطر. بطل العالم في الكيك بوكسينج الشهير بدر هاري كان يساعد الملاكم محمد ربيعي ماديا بعد أن أصبح أول ملاكم مغربي يفوز ببطولة العالم، كان يعطيه راتب شهري. أيضا كان قد عرض عليه تمويل استعداده لهذه الدورة، الدورة الأولمبية. وعد أن يضاعف المبلغ الذي يتلقاه الملاكم المغربي من الاتحاد المغربي للملاكمة حتى نهاية الدورة الأولمبية. نأمل ونتمنى خيرا لهذا الملاكم الفذ، ملاكم رائع. الحكم الايرلندي يقول له حين يطلب منك الابتعاد يجب الابتعاد من الملاكمين. لكمة قوية هنا من الملاكم الكيني، لكمة يسارية وحذاري، حذاري من الملاكم الأسمر. كما قلت لك عزيزي المشاهد، لكمة واحدة قد تطيح بكل الآمال وكل ما جئت به من أحلام للتتويج بلقب أولمبي. حصيلة الملاكمين العرب من الذهب في الملاكمة تقتصر على ملاكم واحد فقط، هو حسين سلطاني، المرحوم حسين سلطاني من الجزائر. مصر حصلت برونزية عام 1960 عبر عبد المنعم الجندي. في طوكيو التونسي حبيب غالية حصل على برونزية وزن 63.5 كيلوغرام. في سيول
المغربي عبد الحق عشيق حصل على برونزية. وفي لوس أنجلوس 84 كان مصطفى مرسي حاز على برونزية. وفي لوس أنجلوس الجزائري محمد زادي 1992 أول ميدالية لحسين سلطاني كانت برونزية. وأيضا المغربي محمد عشيق حصل على برونزيته الثانية في أتلانتا. جزائر حسين سلطاني حصل على الذهبية. وفتح المساوي على برونزية في سيدني من الجزائر والمغرب. برونزية لمحمد علالو وطاهر تمسماني في أثينا. ناصر الشامي من سوريا. محمد الباز من مصر. أحمد إسماعيل من مصر. ومحمد رضا. محمد الباز وأحمد إسماعيل برونزية لكل منهما. ومحمد رضا على الفضية. إذن عندما يقول الحكم بريك يجب أن تخطو خطوة إلى الوراء ومن ثم تعاود، ليس أن تذهب مباشرة إلى المنافس. محمد ربيعي يجب أن تكون أكثر حذرا. هذا هو النزال الأول. لكمات رائعة إلى الجسد، تنويع اللكمات ولكمتين رائعتين من الملاكم المغربي البطل العالمي. تلك الدورة الرائعة التي استضافت الدوحة شهدت هذا التتويج. كان هناك الشقيقين كليتشكو. حضر أيضا ماني باكياو، أمير خان، نجوم الملاكمة، أيضا رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة. Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision. Senhoras e senhores, o vencedor por decisão unânime, no canto vermelho. In the red corner. Representando o Marrocos. إذن محمد ربيعي يمر إلى الدور التالي. هذه الجالية المغربية. إذن يعني سجدة شكر، أداء جيد